بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلاوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على أذى في جنبه مختسبا حتى أتاك اليقين. وأشهد أن الذين خالفوك وخربوك وأن الذين حذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد حاب من افترى لأن الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين وضعف عليهم العذاب العليم. أتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك مؤاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بزلالة من خالفك فاشفع عند ربك السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي
ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب العليم. السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جلب الله ونصحتم الله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. وجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت في نصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله ظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرك الجحيم. برحمتك يا أرحم الراحمين.